أمثالكم الذين يسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما يسمع جبرائيل إن الله يحبكم لأنكم تحبون فاطمة تحبون أهل البيت. أهداف فاطمة الزهراء سلام الله عليها ملخصة في خطبتها. هاي خطبة فاطمة الزهراء: شجعوا أولادكم البنين والبنات، شجعوهم على حفظ هذه الخطبة عن ظهر القلب. هذه الخطبة مجموعة خلاصة الإسلام في هذه الخطبة. هذه الخطبة شجعوا أبناءكم، مو أبناءكم يعني أولاد من صلبك، أبناء المؤمنين كلهم أبناءكم، شجعوهم على حفظ هذه الخطبة حتى بالمستقبل تكون خلاصة من مجموع أهداف فاطمة سلام الله عليها تكون محفوظة لهم. أهداف فاطمة سلام الله عليها تتلخص في ثلاث كلمات: أصول الدين، أحكام الإسلام، أخلاق وآداب الإسلام. حاولوا جهد إمكانكم هذه الأمور الثلاثة تساعدون في نشرها إلى العالم عبر خطب، عبر كلمات، عبر مقالات، عبر صحف، عبر مجلات، عبر إذاعات، عبر تلفازات، عبر فضائيات. كل واحد بالمقدار اللي يقدر، ومما يقدر عليه لسانه وتشجيعه، حتى أهداف فاطمة الزهراء سلام الله عليها تنتشر ليتحقق أهم أهداف الله تعالى الذي ذكره في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. أهم أهداف الله سبحانه وتعالى هذا الأمر.